وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة، فقيل واجب ولو بغير حدث، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الأمر قد قال به طوائف من الفقهاء السابقين، وبعد ذلك كاد يندرس هذا المذهب، فإن الأحاديث الصريحة في عدم الوجوب، وأن الأمر بالوجوب لمن كان محدثا، وأما من كان غير محدث فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولكن يستحب، وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على الاستحباب فيما إذا وجد السبب. أما التعبد بتكرار الوضوء، إذا فرغ من الوضوء عاد الوضوء مرة أخرى يتعبد الله بذلك أو يتعبد لله بذلك فهذا بدعة ولا أصل له. إذن التعبد بتكرار الوضوء إذا وجد السبب، إذا وجد السبب واقتضى الموجب للتكرار، فلو توضى لقراءة القرآن في الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع أن يتوضى للصلاة لوجود السبب. أما لو توضى للصلاة ثم لما فرغ عاد الوضوء ثانية للصلاة نفسها فهذا غلط، لأن قد توضأت للصلاة فلم يوجد سبب، إذا وجد سبب شرع إعادة الوضوء، إذا ما وجد سبب فلا يشرع إعادة الوضوء. وأما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات فهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث منكر، وظهر أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ليس بشيء،